وللمزيد حول تفشي ظاهرة المخدرات في العراق ينضم إلينا أو تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أمستردام المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أوروبا حنان عبد اللطيف. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بكم. بحسب وزارة الصحة الحالية هناك تصاعد في تعاطي المخدرات بين الطلبة والذي تحول إلى ظاهرة مع الأسف، إلى ماذا ترجعين تنامي هذه الظاهرة لا سيما بين أوساط الشباب؟ نعم، سيدي الكريم، هناك سياسات وأجندات خارجية وإقليمية لتدمير الشباب العربي والشباب العراقي من خلال نشر وتسهيل شراء وتعاطي المخدرات، لأنكم كما تعلمون أن الشباب دائما هم بناة المستقبل وهم من يصنعون التغيير والثورات على الفساد والطغيان. فعندما يتاجر مثلا أبناء المسؤولين وقادة الميليشيات بالمخدرات، وعندما يتم تهديد واغتيال الضباط المهنيين العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، نعرف لماذا تنامت هذه الظاهرة بين أوساط الشباب ومن يقف أيضا خلف تنامي هذه الظاهرة. نعم، الموضوع الآخر أن العراق بعد أن كان في السنوات الأولى للاحتلال الأمريكي ممرا لمخدرات إيران أصبح منتجا كبيرا وموزعا للمخدرات أيضا، لماذا تنامت زراعة المخدرات في العراق ومن الذي تسبب في نشر هذه الظاهرة وتكبيرها بهذا الحجم؟ نعم، طبعا كل الدول العربية وحتى الأوروبية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية أصبحت تعاني من تنامي تجارة المخدرات التي تتاجر بها عصابات ومافيات تابعة للحرس الثوري الإيراني. فبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، فإن حوالي 40% من المخدرات موجودة في إيران و 70% تنتقل إلى العراق وتركيا وأذربيجان ومنها إلى أوروبا. يعني حتى قرأنا خبرا في عام 2020 أن خفر السواحل الهندية ألقت القبض على أعضاء من الحرس الثوري الإيراني، قاموا بتهريب 100 كيلوغرام من الهيروين. وكذلك بنفس العام أوقف الحرس خفر السواحل السريلانكي سفينة إيرانية تحمل الهيروين، هذا بالإضافة إلى مزارع الأفيون المنتشرة في أفغانستان ولبنان وسوريا والعراق وأمريكا اللاتينية ودول أفريقية ويمتلكها الحرس الثوري الإيراني. فتجارة المخدرات أصبحت جزء من دخلهم ودخل نظام الملالي، فمن يقف وراء زراعة الأفيون والخشخاش وبناء المعامل التي تصنع المخدرات هو الحرس الثوري الإيراني للاستفادة من المداخيل ولتدمير الشباب وللسيطرة أيضا على الشعوب ومقدرات الدول ولبقاء هذا النظام الإرهابي في السلطة في إيران وليسيطر على الدول العربية التي يحتلها ومنها العراق. نعم، ما الأثر الملموسة أستاذة حنان من ظاهرة انتشار المخدرات ولا سيما بين فئة الشباب؟ نعم سيدي الكريم، طبعا لقد تغير كل شيء في المجتمع العراقي من عادات وثقافات. يعني المجتمع العراقي معروف انه مجتمع محافظ رغم تنوع قومياته وأديانه وطوائفه، لكن كان دائما مجتمعا متماسكا محافظا صحيا خالي من الجرائم البشعة. اليوم نرى انتشار للجرائم المروعة من قتل أبناء لآبائهم وأمهاتهم، قتل أزواج لزوجاتهم وأطفالهم، اعتداءات جنسية، اغتصابات للأطفال، انتحار، أعداد الانتحار ارتفعت في العراق، انحلال خلقي، فقر عالي، تأخر دراسي للطلبة بسبب تعاطيهم المخدرات، مما تسبب بتسرب أعداد كبيرة منهم من المدارس والمعاهد والجامعات. طبعا هذا بالإضافة إلى المشاكل الأسرية والعنف، كل هذه الآثار
وغيرها ترتبت على انتشار الانتشار المنظم لتجارة المخدرات. أنت تكلمت في نقطة مهمة أستاذة حنان فيما يتعلق بالمجتمع العراقي والآثار التي تركتها المخدرات على هذا المجتمع، وهنا نتساءل عن مدى أثر المخدرات بالفعل على التركيبة الاجتماعية في العراق بعد تناميها وتنامي أيضا بعض الظواهر السلبية مثل السرقة بالإكراه وغيرها من الظواهر المرتبطة والجرائم المرتبطة بالمخدرات بطبيعة الحال. نعم يعني طبعا بالتأكيد أثر انتشار المخدرات على المجتمع العراقي مثل باقي المجتمعات العربية. طبعا المجتمع العراقي معروف بتماسكه والأسر المحافظة، يعني رغم هذا التنوع الديني والقومي والثقافي. فيعني قبل أيام سمعنا عن جريمة اغتصاب بحق طفلة عمرها 7 سنوات ارتكبها منتسب في القوات في الأجهزة الأمنية. بماذا نفسر ذلك؟ بتعاطيه المخدرات. فيعني انتشرت جرائم القتل بحق الأقارب، انتشرت ظواهر الاغتصاب، شملت يعني حتى الأطفال إناثا وذكورا، ارتفعت أعداد الانتحار، الفقر. نعم. يعني حتى هناك أناس صاروا يبيعون أعضاءهم البشرية بسبب الفقر والحاجة التي تسبب بها إدمان المخدرات، السرقة، الجهل، انتشار الجهل، الانحلال الخلقي. كل هذا طبعا انتشر في المجتمع العراقي بحيث وصلت نسبة إدمان الشباب إلى 50%. على ذكر النسب، حتى صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أنه 50% من القوات الأمنية في العراق يتعاطون المخدرات. يعني أنا لا أعرف كيف يفترض بمن يحمي ويقوم بحماية المجتمع من المخدرات وهو متورط بهذه النسبة، إذا كانت طبعا نسبة حقيقية. نعم طبعا هاي نسبة عالية جدا، ولو أننا نتوقع أن تكون النسبة أعلى منها بكثير، لكن يجب أن لا نغفل عن سياسة خطيرة كان ينتهجها قادة الميليشيات والأجهزة الأمنية عندما كانوا يوزعوا الحبوب المخدرة على العناصر الأمنية، وهذا بأدلة رأيناها يعني من خلال فيديوهات التي ظهرت وانتشرت منذ 2003. يعني وكذلك من ايضا راينا كيف ان ضباط مكافحه المخدرات يلقون القبض باستمرار على مسؤولين او ابناء مسؤولين متورطين في تجاره المخدرات، ومن يؤدي عمله باخلاص وتفاني من اجل حمايه العراقيين من هذه الآفة الخطيره من الضباط يتم اعتقاله وسجنه او تهديده وتصفيته. يعني وحادثه الرائد علي الشياع المالكي من مكافحه اجرام البصره تشهد على تورط الاحزاب والسياسيين العراقيين والقنصليه الايرانيه ايضا في جرائم تهريب المخدرات في العراق. وكذلك لا ننسى عمليات اغتيال والتصفية التي تطال ضباط أجهزة مكافحة الإرهاب. يعني أتذكر منها تصفية الملازم ربوار فاضل. هذا طبعا عدا أن هؤلاء المتاجرين بالمخدرات من الميليشيات وقادة الميليشيات والمتنفذين لديهم عملاء داخل القوات الأمنية. بلا شك. وفاقد الشيء لا يعطيه، كما هو معروف. عبر الهاتف من أمستردام المدير التنفيذي أو الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا السيدة حنان عبد اللطيف، شكرا جزيلا لك.